صبحكم الله بالخير جميعا. قلنا نستغل الوقت واشرح شرح كامل على اللينيا ميني مود. المود هذا يعني بسميه سلاير مود، يعني منها انها دوكيومنتيشن بالنسبه لي، وهم فائده ممكن افيد فيها الثانيين اللي عنده لينيا ميني، او حتى تكون يعني انسبيريشن حق اي احد عنده مكان القهوه وده يتعبث فيها وده يطورها وده يسوي شيء. وطبعا على مسؤوليه أنا مسؤولية صاحب القهوة، يعني أنا مو قاعد أقول لحد يخرب ماكينتي يا جماعة، يعني الماكينة هذه خربتها أنا وايد. فيعني كل هذا كل السوالف هذه على مسؤوليتك أنت، بس يعني هي هواية بالنهاية. هواية يعني ممكن أنا شخصيا مستمتع فيها. المهم فاللينيا ميني ماكينة طبعا ممتازة، يعني أيكونيك بعالم الهوم اسبريسو ماشينز. ولكن الحين على يعني خلينا نقول السنين الاخيره مع الثيرد ويف كوفي والفورث ويف كوفي، والحين حتى قاعد يتكلمون على الفيفث ويف كوفي، تحتاج امكانيات مو موجوده باللينيا ميني. عيب اللينيا ميني ان شفت البادل هذا اللي يشبه البادل مال الجي اس 3، يعني ناس يسمونه مانوال بادل، هو مو مانوال بادل، هو هذا دقمه داخل الرأس البامب يشتغل، تهدها بامب يطفي، يعني تسوي كذي هي دقمة اون بامب شغال اوف بامب يشتغل. ما فيها امكانية يعني مثل ما تقول مثل جي اس 3 مانيوال تحكم بالبرشر عن طريق الكونيكال فالف اللي داخل، فضغط الماء يتغير على حسب حركة البادل نفسه، مع ان البادل هذا هو نفسه بالضبط البادل مال جي اس 3، بس هني بس مجرد شكل. فالإمكانية هذه يعني أنا أحتاج إني أسوي شيء بالليني ميني بحيث تعطيني نوعا ما من flow control أو pressure control. طبعا رسيت لي إمكانية flow control وسويت مود بصراحة، يعني ناس وايد ساعدوني فيه، يعني قعدت تقريبا 4 أشهر بس قاعد أخطط والريسيرش وأشوف موضوع الليني ميني شلون طريقة. والحق قال ترى لما رزوكم مكاينها جبارة، ويعني يحطون كل شيء على الماكينة بالموقع مالهم، يعني في شرح مانوال كامل كل قطعة داخل الماكينة، كل برغة كل درنفيس كل حديدة كل إلكترونيك سيركت أو إلكترونيك بورد، كل شيء موجود بالموقع مال مرزوكو. فهذا شيء وايد فادني. باختصار المود أعطاني إمكانية أني يكون عندي 3 positions للبادل مثل السلاير. position أول off، بوزيشن ثاني بالنص اون. فالاون يعطيني فلو الماي بطيء، الفلو هذا انا اقدر اتحكم فيه، اقدر اسرع اقدر ابطا، اقدر اخليه وايد بطيء اقدر اخليه وايد سريع كيفي. وبعدين البوزيشن هذا بوزيشن 1 صفر او اوف، بوزيشن 2 بالنص البري برو او بري انفيوجن، بوزيشن 3 الفول بريشر، يعطيني فول بريشر وأقدر أنا ألعب فيه، أقدر أسوي كذي بعدين أرد كذي بعدين أرد مرة ثانية بعدين أرد مرة ثانية ما أطفي على كيفي. فهذا يعطيني إمكانية flow control بالضبط مثل السلاير. طريقة المود شلون بشرح شوي سوالف تكنيكاليتي. طبعا المود هذا أنا طورته من أول مرة ركبته، يعني هذا أعتبره يمكن version 3.0 أو يمكن 4.0. بس باختصار شو اللي ركبته؟ أول شيء ركبت لي سولونويد فالف ثاني. السولونويد فالف الأول كان بالماكينة تحت مني، نزلته تحت كان راكب مني هذا الجروب هيد، وتحت سوري هذا البويلر، وتحت البويلر الجروب هيد. فالسولونويد اللي تحت هذا كان راكب مني وفي حديدة طالعة فارة تاخذ الماي من البويلر تنزل على الجروب هيد على طول. وهذه ميزة بالليني ميني ان القطعة هذه هي البويلر والجروب هيد نفس المكان، يعني they are integrated أو saturated. وركبت لي two-way solenoid ثاني اللي هو الفالف هذا، بحيث أنه لما أحط البادل على البوزيشن الأول الفالف هذا يفتح والماء يمشي من هنا ويروح على النيدل فالف هذه ويفر بعدين يروح على الجروب هيد. إذا حطيت البوزيشن فل هالفالف هذا يتبطل، هذا تو واي سولونويد يتبطل والماء يمشي مني
باي باس النيدل فالف ويكمل على الجروف هيد. وعساس اتحكم بالحركه هذه طبعا كانت فيلم يعني شلون انا بسويها بالضبط بالبوزيشنز هذه. الدقمه اللي قلت لكم عنها هي كهذه الزرقة، هذه دقمه بس لما تسوي البادل كذي لاحظوا في حديده ماسكه البادل تنضغط، لما تكمل عليها الدقمه الثانيه تنضغط. في دقمتين انا هنا ركبتهم، اول واحده الزرقة هذه اوريدي كانت موجوده، فانا شنو سويت؟ سويت بال 3 دي برينتر قطعه ثانيه هذه البلاستيك وركبت عليها دقمه ثانيه اللي هي هذه السوداء مني اذا تشوفونها، ووصلتها بطريقه يعني مقاسات يعني وايد دقيقه بحيث ان البادل هذا اقدر اطق الاولى بعدين اقدر اطق الثانيه، وعلى اساسه اتحكم بالسولونويد هذا والسولونويد اللي تحت. فهي بيسكلي في سولونويد فالف، في بايب، طبعا البايبات هذه انا مسويها، هذا مو انا مسويه، هذا اوريدي كان بالماكينه انا بس عدت استعماله بطريقه ثانيه. هذا كله انا مسويه وهذا انا مسويه، يعني لا تشوفون الحام يعني اي كلام، بس والله الحمد لله يعني تبارك الرحمن بيرفكت. والنيدل فالف هذه هاي بريسيشن نيدل فالف، هذه وايد غاليه، هذه بروحها تقريبا سعرها 60 دينار بس القطعه هذه. كل القطع اللي تشوفونها مني يعني مركب هذه بعد مركب تي مني تي بايب، مركب نيدل فالف بايب كوبر بايب، بعدين تي ثانيه موصل فيها توصيله رايحه مني، بعدها نكمل رايحه للجروب هيد. وهني وصلت لي حركه ثانيه، هذا تطوير بعدين انا طورته، قلت ابي اقيس البرشر اللي رايح للجروب هيد، لان الماكينه تقيسك البرشر بس اللي قاعد يطلع من البمب، سوري البمب اللي هني مو قاعد تقيس البرشر فعليا الا للجروب هيد. فوصلت لي تي بايب مني، وعن من التي بايب وصلت لي برشر جيج ثاني، هذا اللي يمكن شفتوه انتم بفيديو سابق. فباختصار هذا هو المد. طبعا مثل ما قلت انا يعني بالبداية كانت كل البايبات هذه بلاستيك، يعني مثل البايب هذا، طبعا ليش البايب هذا بلاستيك؟ لان الزاوية مني زاوية مستحيلة، الستيم بويلر هذا وايد كبير ما شاء الله، ماكينة الستيم مالها جبار، الستيم مال ليني مني تخيلوا اقوى من يمكن اي ماكينة انا شفتها حتى المكان الاحترافية الكبيرة، لان الستيم بويلر وايد كبير لو والماكينة صغيرة. لو البلو بويلر كان شوي مرتفع اكثر كان يمكن قدرت اوصل لي بايب ثاني، بس anyway البايب هذا تفلون بايب very high quality يعني، ويستحمل ضغط ل 90 بار، الماكينة حدها يعني يمكن 12 بار ماكس على السيتنج المحطوطة، فيعني ويستحمل هاي بريشر هاي شو اسمه درجة حرارة عالية، فما في أي مشكلة. فالحمد لله so far الحمد لله المود شغال بأفضل ما يمكن، فأنا عندي إمكانية بالضبط مثل إمكانية السلاير أو يمكن أفضل حتى من السلاير، دقة بالماي ومواصفات الماكينة الثانية، يعني هذه تعطيني إمكانيات وايد 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 قوية. والفلو مال البري انفيوجن بوزيشن أتحكم فيه من هنا، يعني هذا أقدر أفرها إذا بزيد الضغط، أفرها يعني كاونتر كلوك وايز أو كلوك وايز إذا بقلل الضغط، وحيل برسايس، يعني أنا هذه اخترتها لأن الريفولوشنز مالها يعني كم مرة أفرها تفتح لي فلو معين، هذه أفضل وحدة أفضل المواصفات. طبعا انا جربت اكثر من نوع، البدايه جربت النوع هذا بالنيدل فالف ما توفقت فيه صراحه، سبب المشاكل انا اظن هي القطعه هذه بالذات ديفكتيف او خربانه. بعدين جربت لي واحده ثانيه من ماركه باركر، هذه ممتازه معنا تشوفوا اصغر بس جودتها اكبر من هذه، وجربت قطعه ثانيه من ماركه هم من افضل سواغلوك، بس مشكلتها انها يعني الحركه البسيطه مني تفتح فلو عالي، فما هي دقيقه كثر اللي مركبها انا اوريدي بالماكينه، يعني مركبها بالماكينه هذه ماركه اسمها ام سي ماسترز كاستم ميد، انت تقول شنو المواصفات اللي تبيها وهم يسووا لك اياها، هاي كواليتي ستانلس ستيل. طبعا كل القطع اللي مركبها مني كلهم يعني نو كومبرمايز، كلها قطع اصليه، هذه سولونويد فالف قطعه اصليه تو واي سولونويد فالف مالت لامرزوكو،
التي بايب هذا مال رامازوكا، والدقمة هذه اللي مركبها هذه دقمة ستاندرد يعني كل مكان قهوة تستعملها، التحكم بالسونولايت، البايبات الكوبر بايبس هذه كلها هاي كواليتي كوبرز، الفيتينجز التي بايبس كلها هاي ستانلس ستيل او كوبر كوبر فيتينجز. فيعني الحمد لله سو فار ما شغال يعني افضل ما كنت انا متوقع صراحه. وقام يعني قام يعطيني امكانيات ما كانت موجوده باللي من قبل. طبعا ليني ميني فيه الابديت اللي هو البورد الجديد هذا اللي يعطيك امكانيه الاي او تي، تقدر تتحكم بال بشغله اسمها بري ويتنج. طبعا البري ويتنج تختلف عن البري انفيوجن، بس هم هي تعتبر نوع من انواع البري انفيوجن وهم جيد يعني طريقه جيده ما هي سيئه. ولكن الخاصيه هذه الحين انا عندي الاثنين واقدر فعلا ابرمج الاثنين بنفس الوقت. فيعني هذا المود بشيء باختصار وايد ناس ساعدوني فيه، يعني اونلاين كوميونتي ناس يعني حول العالم تناقش ونسولف وساعدوني واعطوني حلول واقترحوا لي اشياء. وفي واحد حتى يعني واحد الماني هو اللي طبع لي ال 3D برينتر هذا، هو اللي مسوي لي يعني انا ما عندي 3D برينتر، فهو طبع لي اياه بالمواصفات المطلوبه. وايد ناس ساعدوني فيه، يعني لو مو الناس هذولي كان انا ما قدرت اسوي المود هذا او اركب المود هذا. وتعلمت وايد اشياء، فالحمد لله يعني هذا شيء خلنا نفيد الكل فيه، وان شاء الله يعني بالمستقبل اسوي شيء. طبعا شيء اخير نسيت اتكلم عنه، الشوت تايمرز الماكينه، يعني الله يهديهم لمازوكو، ماكينه يعني خليني مني مو ماكينه رخيصه، ماكينه جدا غاليه، هدكم من الامكانيات الموجوده فيها. يا حبيبي تكفى حط لي شوت تايمر، يعني حاط لي شوت تايمر بالابلكيشن بالتليفون اقدر اشوفه، بس بالماكينه ما في ديسبلاي بالمره. انا ادري ان الديسبلاي يمكن يخرب شكل الماكينه، بس انا متاكد هم يقدرون يطلعون حل، ومتاكد يمكن اصدار بالمستقبل راح يحطوا لك شيء ديسبلاي كذي ويزيدون سعر الماكينه. anyway انا ركبت لي واحد، مو ركبت لي اثنين بعد، واحد يقيس يعني لحظة واحد يقيس الأول هذا يقيس الفل لحظة يعني ده من الثاني، أول واحد يقيس لي الفل شوت تايمر هذا شغال الحين الفل شوت تايمر، الثاني لما أطق البدل على الفل بوزيشن الثاني يبلش يشتغل. فإذا خلصت طفيت الماكينة هذا الفل شوت تايم، وهذا التايم مال الفل بريشر الناين بار، اساس اعرف الفرق بينهم. هذه القطعه هاي تنباع تحصلونها بامازون وتركيبتها وايد سهله. طبعا يعني في ناس لوني ليش سويت كذي، يعني المود هذا كله تكلفته يعني ما هي رخيصه، بينكم انا ما ادري كم التكلفه الكامله، لان في اشياء وايد كانت تجارب وشريتها وما ضبطت معاي، بس يعني مو رخيص. طبعا مو معناته ان هذا راح يوصل سعر الماكينه للجي اس 3، بس يعني هي بالنهايه هذه هوايه بالنسبه لي انا، شيء انا صراحه يعني تعلمت منها الكثير، بس هي بالنهايه هوايه، والشيء اللي انت حبيته راح تستمتع فيه، يعني شيء انا وايد استمتعت فيه حقيقه. وايد اشياء اختربت بالماكينه وصلحتها وتعلمت اشياء اكثر واكثر، فهي بس مجرد يعني هواية لا أكثر ولا أقل، واستمتع. أنا شخصياً أحب السوالف هذه وأحب سوالف يعني الشغل شيء الإيد، وشيء يعني تستفيد منه. فهي مو سالفة إن أنا والله بشتري شيء رخيص أساس أوصله شيء غالي، الماكينة هذه مو رخيصة، الماكينة الحين يعني مو أقل من يعني 1400 دينار متصاعد، وتوصل ل 2000 إذا كستمايزد. مع ذلك لا زال فيها امكانيات تقدر تسويها افضل، واتمنى ان لمارزوكو يطورونها لانها ماكينه جدا جميله وايكونك بعالم القهوه مثل ما ذكرت. واتمنى ان الكل طبعا استفاد من الفيديو هذا. الحمد لله يعني سو فار الماكينه جدا يعني تبارك الرحمن الله يتمم يعني ممتازه على المود هذا، المود يشتغل افضل مما كنت انا متوقع.
وان شاء الله ما تواجهنا مشاكل بالمستقبل.